خليني امشي هدوء لان صارت 10 ووقت المحاضره ما يسمح. من الدار اكيد عندكم شيء ب 12، ما عندكم شيء ب 12؟ انا ما قالوا ما عندنا، مو قلت ما عندنا. انا عندي ثقه، انا عندي ثقه بأشرح له بقيه المحاضره بس لو تطلعوا براحتكم. المدقات ترى انا لكم والله انا اعرفها. المدقات وصلنا احنا نهايه المحاضره السابقه كملنا الفورجات. وين وصلنا الفورجات؟ الوتش بارت، وتش بارت انتهت الفورجات؟ يعني البروكسيمال بارت اوف دودينام اللي هي تابع لمن؟ للفورجات. هنبدي من جزء من الدودينام الى البروكسيمال تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون، من الانترنس اوف ذا ميجر بابيلا مالت الدودينام الى البروكسيمال تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون هي منو؟ ميدجاد. شنو هو الارتيريا سبلاي مالت الميدجاد؟ سوبيريال ميزنتريك ارتري. ماشي؟ الفورجات شنو؟ سيليك. هم صوتي ناصي؟ الورا ما الورا سوبيريال ميزنتريك ارتري. محترين هم خطيتي حولي هناك مكان بعيد عن الهواء. جزء الدودنام تيرمينال بارت اوف دودنام الى البروكسيمال توثيا داخله ضمن الميدجات. زين شلون حتتكون الميدجات؟ شلون حيكون شكل الميدجات؟ تكون على شكل الميدجات فيها طبعا احنا يا جزء قلنا اللي يظل عنده كونكشن بالابدومينال وول اوف ذا امبريو ويا الاكسترا امبريونيك تشو هو الوحيد الميدجات عن طريق شنو؟ اليوك ستالك او يسموه فيتلاين داكت اللي يسوي كونكشن ويا منو؟ ويا اليوك ستالك. زين هيك هدوء احلى. هذا المكان الوحيد اللي يسوي كونكشن ويا الاكسترا امبريونيك تشو. زين الميدجات شنو ايش حتكون؟ اهم شيء تكونه منو؟ اول شيء تكونه هي مش باديه، شو تكون؟ شو يسموها؟ لا بال ان ادولت ايش راح يسموه هذا الستركتشر اول شيء تكونه؟ دكتوره بس عندك ترى عبد الهادي دقائق. اوكي اللي هي سمول انتستين شنو الكاركترستيك مالتها؟ لونج وكويل صح؟ فالكاركترستيك اوف ميدجات انه يكون بيها رابيد الونجيشن اند كويلينج. بعد ميدجات حتى تكونون من البدايه واضحين شو يصير بالميدجات؟ يصير الونجيشن، يصير روتيشن، يصير كويلينج. ماشي؟ الالونجيشن قلنا هو اللي يصير رابيد الونجيشن especially منو؟ بارت ذات فورم ذا جيجنا اند بارت ذات فورم إليا. دودنام لا، واللارج انتستين يصير بيها إلونجيشن بس ما يصير بيها كويلينج. اللارج انتستين يصير بيها بس إلونجيشن، هاي اللارج زائد سمول. الروتيشن هي للانتستين كلها، الكويلينج وين يصير؟ بس البارت سبيشالي ذا جيجنام اند إليا اللي حيصير بيها الكويلينج. ماشي؟ من راح يصير هذا الإلونجيشن والكويلينج؟ البرايمر راح يتكون اللي هو حيكونه منه الميدجات حنسميه برايمري انتستاينال لوب، يكون تقريبا على شكل سي شيب وكونكتد فروم ذا ميد هذا الابكس مالته الفيتلاين داك. هذا حنسميه شنو؟ سيفاليك نيم. وهذا حنسميه شنو؟ كودال ليم. كل واحد حيكون تفضل حيكون ستراكشرز. السيفاليك ايش حيكون؟ الديستال بارت اوف ذا ديدنام الجيجنام وبارت اوف ذا اليام. الكودال ليم ايش حيكون؟ يكمل الاليام، يكمل الاليام ويكون كولون يبدي منو؟ وبندكس اسندنج كولون وبروكسيمال تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون. اذا من راح تعددوا لي اياها البارت اوف ذا ميدجات ما تعطوني اياها 1 2 3 دودنام جيجنام اليام، لا بارت اوف ذا دودنام جيجنام بارت اوف ذا اليام كمل بارت اوف ذا اليام سي كاب اندكس اسندنج كولون اند بارت اوف ترانسفيرس كولون بين قوسين بروكسيمال تو ثيرد اوف ترانسفيرس
كولون. زين بعد شنو شغلة اللوخ اللي قلنا عليها؟ قلنا elongation coiling rotation وherniation وretraction. هاي الخمس مصطلحات تصير وين؟ بالميدجات. شنو هو herniation؟ فتق يصير، بس هذا يسموه normal physiological herniation. ليش ده يصير؟ الانتستينال لوب ده يصير بيها rapid growth و elongation. الابدومينال كافيتي شبي سمول. الليفر اذا تتذكرون ايش قلنا، السايز مالت الليفر يكون يوصل 10% اوف ذا بودي ويت اوف ذا امبريو. فماكو سبيس بالابدومين، انتستين تريد يصير بيها جروث والونجيشن لازم تلقى مكان ثاني. فوين يروح يصير بيها الونجيشن وجروث؟ بالامبلايكال. بالضبط تروح عن طريق الامبلايكال رينج، تروح وذ الامبلايكاس. بس هذا normal physiological herniation وتكون محاطة بأمبلايكال ممبرين، بأمنيوتيك ممبرين سوري، بحيث يحميها من الأمنيوتيك فلويد. هاي العملية يسموها normal physiological herniation. شو وقت تصير؟ يمكن أنا ما كاتبتها أو كاتبتها بالsixth week of the development. هاي normal physiological herniation. هاي تظل الهرنيشن للأبد؟ لا، ترجع طبعا مذكوره بمكان 10 12، مذكوره بمكان 10، هي من 10 الى 12. فانا كاتبه 10 كتبوا يمها 10 الى 12 ويك، يعني ال 12 ويك مو غلط، لان هي اصلا يعني باماكن اخرى من الكتاب العام اخذناها بصف صف. مطلوبه مني الهرنيشن والريتراكشن مطلوبه 6 ب 12 ويك او 6 10 الى 12 ويك. ليش يصير ريتراكشن؟ هي طلعت الانتستين، ليش رجعت؟ اول شيء صار صغر حجم الليفر، regression in the growth of the liver. اثنين صار enlargement بالابدومينال كافيتي، هاي اثنين. ثالث شيء اثناء الديفلوبمنت بالثلاث اسابيع او بالاربع اسابيع ان شاء الله تاخذوها بالكورس الثاني راح تتكون عندنا الكدني. احنا الكدني عندنا، احنا الكدني عندنا وحده 2 and 2 side صح؟ من تبدي تتكون بالامبريو تتكون على ثلاث مراحل يسموها برون فروس. تتكون تفضل برون فروس تتكون بدايه الاسبوع الرابع تنتهي بنهايته. بعدين تتكون عندنا ميزون فروز، بعدين ميتان فروز. تتكون كدني وترجع تضمحل، تتكون كدني ثانيه ترجع تضمحل، تترك من عندها اجزاء بسيطه، الاولى ما تترك من عندها اي اثر، كانه كان شيء لم يكن. تتكون برون فروز، بعدين تتكون ميزون فروز، بعدين تتكون ميتان فروز اللي تسوي الكدني اللي عندنا احنا هسه. ف 3 تايبس اوف كدني. فمن تشوفون اللي هي يصير اجريشن اوف ذا ميزون فروز، من هي هاي ميزون فروز؟ هي واحدة من المراحل مال التكوين مال الكدني، بس مو نفس الكدني عندنا، ماشي؟ فهاي الميزون فروز من راح تروح يصغر حجمها؟ راح تترك سبيس وين؟ بالابدومينال كافيتي، والليفر صغر حجمه تركت سبيس، تفضلوا، بالابدومينال كافيتي، والابدومينال كافيتي نفسه صار بي انلارجمنت، فصار اكو سبيس، ترجع منو؟ اللوبس مالت الانتستين ترجع داخل الابدومينال كافيتي، نعيدها، اكو شيء بال انتستين بالميد جاد يسموه هرنيشن واكو ريتراكشن. الهرنيشن شنو؟ انه الانتستينال لوبس مالت الميد جاد يصير بيها هرنيشن ثرو ذا امبلايكال رينج. ليش؟ لان ماكو سبيس بالابدومين واكو رابد الونجيشن للانتستين واكو لارج سايز اوف ذا ليفر، فماكو سبيس حتى يصير بيها جروث، لازم تلقى لها مكان يصير بيه الجروث، فتروح عن طريق الامبلايكال رينج، تروح بالامبلايكال رينج تكمل جروث مالتها الى ان يصير عندها سبيس ورا 6 اسابيع بالابدومينال كافيتي. الكدني راحت، الميزونفريك كدني، والليفر قل السايز مالته، والابدومينال كافيتي صار بيه انلارجمنت لان البيبي نفسه صار بيه انلارجمنت، فصار اكو سبيس رجعت الانتستين. هاي الثيوري، هاي هم العلماء نفسهم حطوها كثيوري، هم نوت شور انه هذا الهرنيشن شلون يصير، يعني خلقة رب العالمين، هم يبدي يشوفون الاسباب، ينطون اسباب علميه منطقيه. ومن اللي يسيطر عليها؟ اكيد اكو سيجنالز واكو جينز، يعني الانتستين مو من كيفها ما عجب هالمكان ضيق خلى اروح المكان واسع، اكو سيجنالز تجي للانتستين حتى يكمل الجروث مالتها وحتى ترجع. اخوي الدكتوره اذا يمكن تشرحين على الصور، انا ماشي هسه نعيدها وحده وحده تفضل، لان احنا انا اصلا ما نمشي على السرعه. هاي الفيتلاين داكت اللي قلنا الميد جات كونكتد الما يوك ساك، هاي شي يسموها الامبلايكال رينج. عن طريق هاي الامبلايكال رينج راح يصير هذا الهرنيشن منو تطلع الانتستاينال لوبس. بالاسبوع السادس
وراها ترجع. ماكو صوره كهرنيشن بس هاي اقرب صوره ماشي. وهاي البرايمري انتستاينال لوبز اللي حكينا عليها اللي اكو سيفاليك لم واكو هاي الابكس واكو كودال لم. حكينا على البارتات اللي يكونها السيفاليك واللي يكونها كودال. هذا انا اذا احكي لك هسه بس اللي موجود اللي شرحناه ارجع اشر لك اياه، لان هذا شرحناه، هذا سيفاليك وهذا كودال، هذا اللي بيناته منو؟ سوبيريور ميزنتريك ارتري. هسه راح هذا سوبيريور ميزنتريك ارتري راح يذكرنا بموضوع ثاني، ايش حنسميه؟ روتيشن. الميد جات مثل ما حكينا بالستومك اكو روتيشن، الميد جات حيصير بيها روتيشن. تفضلي. من تحجون على اي روتيشن انا حكيت لكم من قبل تذكرون الدايركشن مالته الاكسس مالته والديجري مالته. هنا الميد جات ايش قد الديجري مالته؟ 270 ديجري. الاكسس مالته منو؟ سوبيريور ميزنتريك ارتري. الاكسس يعني شنو؟ هو وين موجود السوبيريور ميزنتريك ارتري؟ بالوسط. فالروتيشن يكون داير مداير هذا الاكسس، اوكي؟ هذا الروتيشن بيا اتجاه يكون when you are look from in front، يعني من تباوع على البيبي من قدام هذا ايش راح يكون؟ counter clockwise عكس اتجاه عقارب الساعة. بس هذا ما تقدر تحدده مثل الاستومك ويكون عندنا بوردر وسيرفس وصار تغيير، هاي لوبس دا يصير بيها روتيشن تمام؟ فهاي انه كل اللوبس وهي اثناء الروتيشن دا يصير بيها شنو؟ elongation مستمر الجروث مالتها. اثناء الهرنيشن ايش دي يصير بيها؟ وبعد شغله ثانيه روتيشن، يعني هي شغله مكمله الثانيه. هي روتيشن دي يصير اثناء الروتيشن دي يصير شنو؟ كويلنج والونجيشن. اثناء الهرنيشن دي يصير روتيشن كويلنج والونجيشن. زين الروتيشن ال 270 ديجري يصير مره واحده؟ مرتين ينقسم. ويا الهرنيشن 90 ويا الريتراكشن 180. التوتال ايش قد؟ 270. يعني انتوا تقولوا انا مجاوب كامل، كاتب لي روتيشن 270 ديجري اراوند سوبيريور ميزنتريك ارتري، تعتبر نفسك مكمل، ما كاتب كاونتر كلوك وايز راحت منك درجه، ما كاتب 90 ديورنج هرنيشن راحت منك درجه، ما كاتب 180 ديورنج ريتراكشن راحت درجه، ما لحد هنا كملت، اللي كاتبني ديورنج ذيس روتيشن انت مستمر الكويلنج والالونجيشن هذا يعني ماخذ الفول مارك بجداره باستحقاق. بس احنا بصوره عامه انا اريد الاكسس دايركشن والديجري. زين الريتراكشن حكينا عليها بس ما حكينا بعد شلون يصير الريتراكشن. الريتراكشن كله يرجع مره واحده؟ البروكسيمال بورشن اوف ذا جيجنم اول جزء يرجع، هاي تحفظوها صم، اول جزء يرجع منه واخر واحد يرجع منه، ما يحتاج اقول لكم هاي وين تجي. اول جزء يرجع من البروكسيمال بارت اوف ذا جيجنم، وين يقعد؟ رايت او ليفت؟ يقعد ليفت. يجي البروكسيمال بارت اوف ذا جيجنم يجي يقعد بالليفت، تبدي بقيه اجزاء البرايمري انتستاينال لوب راح تدخل رايت باي رايت تصطف وحده يم الثانيه الى ان توصل للرايت. اخر واحد منو؟ سيكم اللي هو اصلا يتكون بهالفتره على شكل كونيكال دايليشن ويكون وين بالبدايه البوزيشن مالته؟ يكون احنا كلنا نعرف هاي هاي الابدومن السيكم وين موجود؟ رايت اليك فوسا جوا. سيكم من يرجع وين يقعد اول شيء؟ بيلو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر، يعني هذا الليفر راح يقعد هنا سيكم، بعدين ينزل السيكم للرايت اليك فوسا ماشي. من راح ينزل ايش حيسحب وياه؟ اسندنج كولون راح يسحبه، يصير اسندنج كولون وين؟ بالرايت. وهاي المنطقه ايش حنسميها؟ الباتك فلكشر حنسميها. فصار عندنا نعيدها بهدوء وعلى بطيء. اول جزء يرجع من البرايمري انتستاينال لوب هو البروكسيمال بارت اوف ذا جيجنم، وين راح يقعد؟ بالليفت. الستراكشرز راح تيجي تقعد 1 باي 1 باتجاه الرايت. اخر ستراكشر يدخل للابدومينال كافيتي من هذا هو السيكم. نفس الوقت السيكم يقعد راسا بالرايت اليك فوسه؟ لا، يدخل رايت ابر بوردر بلو ذا رايت لوب اوف ذا ليفر.
بعدين ينسحب ينزل the right iliac fossa. من ينزل يسحب ويا منو ascending colon. بعدين من يستقر ascending colon on the right border of the abdomen راح يستقر the hepatic flexure وين below the right loop of the liver وراح يتكون عندنا structure اللي يبقى منو transverse colon. بقت شغلة appendix شو كت يتكون of the cecum. سيكم شو كت يتكون during this descent هو ده ينزل السيكم من الرايت بورد من الرايت ابر بوردر للرايت لور بوردر ايش راح يتكون الابندكس بالدورزل تو ذا سيكم او يتكون وين البوزيشن مالته وين حيكون يا اما ريترو كوليك يا اما ريترو سيكم ليش لان هو ده يتكون اثناء النزول فاما يصير ريترو كوليك او يكون ريترو سيكم لهذا التغيير بالبوزيشن مالته appendix لأنه السيكم هو اللي كونه ولأنه السيكم يغير البوزيشن مالته بالبداية يكون أبر بعدين ينزل لور وأثناء هذا النزول يكون الأبندكس فالأبندكس يا أما ريتروكوليك يا أما ريترو سيكال والأوريجين مالته هو مين؟ أبندكس هو أبندكس أوريجين مالته مين؟ السيكم هذا الريتراكشن ممكن واحدة يجي كسؤال شنو السبب؟ شنو الأجزاء اللي يجي؟ كلونج أسي ما تحكي هسه أنا تحكي بالفاينل أنا بالفصلي ما أجيب لونج أسي أجيب أشياء بسيطة شنو سبب الريتراكشن شنو سبب الهرنيشن شنو هو الهرنيشن نفسه الديجري والدايركشن ما أجيب أنه أني سؤال يعني in details بس ممكن بالفاينل أنه talk about the herniation and retraction فمن تحكي الهرنيشن تحكي الريتراكشن تحكي الأسباب وتحكي انه دا يصير ويا روتيشن ودا يصير ويا كويلينج حتى الروتيشن اذا حكيته ويا الهرنيشن ويا الريتراكشن انت ما غلطان انت واخذ بوناس ليش لان انت الروتيشن ايش وقت يصير ديورينج هرنيشن ويكمل ديورينج ريتراكشن لا هو يسحبه هو يكون بس الابندكس هسه راح نيجي على شنو مزنتريز كل ستراكتشر بي مزنتري حاله حال الفورغات صح المزنتري اوف برايمري انتساينال لوب ايش راح نسميها ما اعرف يصير متخلص المحاضره هسه حتربكيهم كلهم ضالين دورين عليا لو تندلي حنسميه مزنتري بروبر ماشي برايمري سوري السمول انتستين او المزنتري اوف برايمري انتساينال لوب هش هنسميه مزنتري بروبر undergo profound changes and rotation and coiling of the bowel احنا الباول نفسها نتيجة الكويلينج والروتيشن راح يصير عنده تغيرات هواية بشنو بالمزنتري of the اكيد ويا الروتيشن حيصير بي روتيشن ويا الالونجيشن حيصير بي شنو الالونجيشن when the caudal limb of the loop moves to the right side of the abdominal cavity the dorsal mesentery twists around the origin of the superior mesenteric artery يعني من دا يصير احنا movement احنا دا يصير rotation ودا يصير movement شنو للبرايمري intestinal loop يبدي left ويبدي يتصفط واحد ورا الثاني during هاي الموفمنت راح يصير twisting المن للمزنتري وين يصير twisting انتوا لو شايفين الصور دائما خليت شوف صورة الصور مالته باو عشان صاير twisted كأنه قطعة ملابس مسوي لها twisting هذا المزنتري باو عشان صاير بي twisting around منو الأكسس مالته the origin of the superior mesenteric artery نفس الارتري اللي دا نحكي عليه زين الاسندنج والديسندنج كولون طبعا احنا كل البارتات هذني اللي هي تابعه احنا لنا علاقه بالميد جات هسه احنا بدينا بالهايند جات او انتم تحبون تسموها هيند جات لو ترجعون على المصطلح مالتها هي هايند جات حتى روحوا دوروا جوجل ترانسليت هي هايند جات يعني هي مصطلح لاتيني وليس هيند جات الهايند جات والميد جات الميد جات احنا تابع لنا لحد الترانسفيرس كولون البقيه تابع لنا للهايند جات الاسندنج كولون والديسندنج كولون شو راح اسوي راح اسوي اتاتشمنت واديرنس لمن للبوستيريور ابدومينال وول بحيث تكون انكورنج يعني شنو ثابته معلقه بمكانها وتكون شنو ريترو بريتوني الترانسفيرس كولون حكينا عنه بالمحاضره السابقه وذكر يعني نبهتنا عليها اللي هي 3 دبلز لاير هي مو بس 3 لايرز لان هي لايرينز من الجريتر اومنتم ولايرينز من الترانسفيرس كولون راح تلتحم ويا من ويا الجريتر اومنتم مال منو مال الاستومك هاي شو تكون بيها صح التحديد بس تضل موبايل ظل فري فري موفمنت بينما الاسيندنج
والديسندنت كولون هو اللي يحدد شكل المزنتري اوف ذا ابدومينال وول. لو مو دول الاثنين ثابتين ما راح تعرف الكولون من المزنتري، وما راح راح اللارج انتستين والسمول انتستين يصيرون ميكس توجذر، بينما الاسندنت كولون والديسندنت كولون اخذوا مواقعهم بالضبط وثبتوا بمكانهم، فحافظوا على الاناتومي مالت الابدومين مالت السمول واللارج انتستين. هذول صار ان تحجون على المزنتري يحجوا بارت بارت. بالنسبة للسندنت كولون، والسندنت كولون تابع لمن؟ تابع للميدجات. السندنت كولون هو ذكره يعني فد مرة خلص من المزنتري كلها. هسه اذا تنتبهون حاجي على اثنيناتها الميدجات والهايندجات. الديسندنت كولون عرفنا انه راح يصير بيه شنو؟ انكورينج، وبعدين راح يروح اللاين اوف اتاتشمنت ويصير فيكسنج وذن ذا ابدومينال وول وصار تروبريتونيوم. الترانسفيرس كولون شو يصير بيه؟ يسوي ادهيرنس لمن؟ الجريتر اومنتم، بس يظل فريلي موبايل. زين افتر فيوجن ذيس لايرز اسندنج اند ديسندنج كولون ار بيرمننتلي انكورد ان ريتروبريتونيال بوزيشن ابندكس. ها عندنا ستراكشرز راح ريتين ذير مزنتري اللي هم من هم؟ الابندكس واللور اند اوف ذا سيكا والسيجمويد كولون. سيجمويد كولون تابع للميدجات هايند جات، بس هو ذكرها ويا هذول الستراكشر شو يصير بيهم؟ فيرجعون انترا بريتونيا. فصار عندنا هاي نقطة ثالثة تقدرون تسووها مزنتري كأنما قسمناها إلى نقاط. أول شيء الأسندنج كولون والديسندنج كولون، وثاني شيء ترانسفيرس كولون، وهسه الستراكشرز اللي ريتين ذا مزنتري اللي هي صارت شو نسميها؟ انترا بريتونيا. هسه نعيدها كلها، خلينا نخلصها المزنتري ونرجع نعدلها واحدة واحدة. بقت المزنتري of the jejunum والإليوم is بالبداية تكون is continuous with that of the ascending colon. إحنا قلنا الأسندنج كولون هو أول بارت بشنو؟ أو second بارت، يعني إحنا عندنا سيكم بعدين ascending بارت of large intestine. فالjejunum والإليوم بالبداية المزنتري مالتها يكون attached ويا من؟ ويا الأسندنج كولون. من راح يروح المزنتري مالت الاسندنج كولون وقلنا يسوي اتاتشمنت ويا البوستيريور ابدومينال وول، يبقى المزنتري مالت الجيجنم والإليام يحتاج سكند تايب اوف اتاتشمنت، لازم يثبت نفسه. وين راح يسوي اتاتشمنت ثانيه؟ ويا من؟ ويا الدودينام كاب. وين الدودينام؟ قلنا صار انترا بريتونيوم، تتذكرون من حكينا الدودينام قلنا الدودينام الستركتشر الوحيد اللي هو نوت كومبليتلي ريترو بريتونيوم، اكو جزء من الدودينام سميناه دودينال كاب الفيرست بارت ويا الاتاتشمنت ويا الاستومك حيرجع المزنتري مالته ويرجع انترا بريتونيوم. هذا الجزء من عنده راح يسوي اتاتشمنت ويا المزنتري مال جيجنوم واليام. ماشي؟ فصار عندنا حتى نعيد من اللي طلب العيد، اول شيء سندنج كولون descending colon، ودحكي بطيل اللي دي يقولون تشرحين سريع. ascending colon و descending colon شو يصير؟ صدق انا اشرح سريع؟ يعني ابطا من هيجي؟ انا يمكن الوحيده اللي تعيد 20 مره. يعيدوا لكم 20 مره هيجي؟ هم هذول الدراخين. ascending colon، ascending colon، descending colon. شو بيهم الاسندنج كولون descending colon؟ المزنتري مالتهم شو يصير بيه؟ fix to the posterior peritoneum. بالتالي ايش راح يصير؟ يروح اللاين اوف فيوجن ويصير ريترو بريتونيوم. هاي واحد. ترانسفيرس كولون ايش حيصير بيه؟ اوف ذا جريتر اومنتام، فيسوي 3 دبل لاير ستراكشر، بس شو يكون؟ فريلي موبايل، يتحرك. الثالثة which structures retain the return their mesentery and become intraperitoneum sigmoid colon. زين بقالنا البارت of the jejunum and ileum. بالبداية هذا حنا شرحه jejunum وileum الاتاتشمنت مالته وين يكون؟ يكون continuous with that of the ascending colon. من الاسندنج كولون يفقد مالته المزنتري راح يكون another line of attachment ويا من؟ ويا الدودينال كاب ويا part of duodenum that become intraperitoneum. فيصير line of attachment باقي من الدودينال كاب اللي هو هذا البارت ومستمر. هذا الدودينال كاب اللي هو بداية الدودينام ويا الاستومك، هذا الدودينال كاب. وهذا اللي رادوا صور هذا الاستومك، هذا شنو؟ دودينام. هذا البارت من الدودينام مش راح يصير انترا بريتونيوم، وهذا المزنتري اوف ذا جيجنوم اند اليوم. ورا ما يفقد الاتاتشمنت ويا الاسندنج كولون راح يسوي اتاتشمنت بهذا
البارت، فيصير اللاين اوف اتاتشمنت من الدودنام ومستمر ويا الجيجنم واليوم، بس بارت من الدودنام ما بيه مزنتري وريتروبريتونيوم، فيعبر بس من الدودنال كاب ويكمل، لان هي الدودنام جيجنم اليوم كلها شنو؟ كلها سمول انتستين. فاللاين مال اتاتشمنت مالت المزنتري مال سمول انتستين حيكمل سوا، بس الدودنال كاب بيكمل. ليش؟ لان بس هو بيه مزنتري، بينما بارت الدودنام البقيه ما بيه مزنتري ريتروبريتونيوم، ويكمل البقيه مزنتري جيجنم واليوم. انت شو تقول؟ جيجنم واليوم انترا بي مزنتري بدورزل، كل شيء بي دورزل مزنتري انترا بريتونيوم، لان محاط بالبريتونيوم من فرونت اند بيهايند. فجيجنم واليوم انترا بريتونيوم، الدودنام بس الدودنال كاب، والبقيه شنو؟ ايه ايه اي بالبدايه دودنال جيجنام، من يربط الدودنام ويا الجيجنام، بعدين من راح الاتاتشمنت اللاين اوف اتاتشمنت ويا ترانسفيرس كولون، راح ياخذ اتاتشمنت جديد ويا من؟ ويا الدودنال كاب. ينزل اوبليك من فوق، ينزل على الجيجنام والاليام ويعبر الدودنام. انت قصدك يا هو من عندهم اللي يروح الاتاتشمنت، الاتاتشمنت كان بترانسفيرس كولون حول، مو بالدودنام جيجنام. يعني الدودنام جيجنام هو ثابت، هو مرض ما فقد اتصال، هو فقد الاتصال منه ويا الترانسفيرس ويا الاسندنج كولون، فهذا اللي حيسوي لاين اوف اتاتشمنت جديد بالدودنام كاب. ويا المزنتري طبعا، ويا المزنتري يا يروح عليها جزء من المزنتري، ما هو الدودنام كله ما بيه مزنتري، بس الكاب فيروح يسوي اتاتشمنت بالمزنتري الموجوده يم الدودنال كاب. ماشي؟ نجي على الهايند جات او هند جات. هايند جات ايش راح تنطي؟ تكمل ترانسفيرس كولون ديستال بير، يكمل سندن كولون سيجاموي. هسه نعيدها بهدوء حتى اللي ما قاري يعرفها. ايش حيكمل اللي الهايند جات؟ احنا وصلنا الميد جات، وين وصلنا؟ بروكسيمال تو ثير. خلي هدوء، خلي انا حتى لو اسال تجاوبون، لان انا من اشرح اسال. بروكسيمال وصلنا البروكسيمال تو ثيرد اوف ترانسفيرس كولون، وقالنا ديستال ثيرد اوف ترانسفيرس كولون، ديسندنج كولون، سيجامويد كولون، ريكتام، وابر تو ثيرد اوف ذا انال كانال، نوت اول ذا انال كانال يكونها الهايند جات، يكملها اكتوديرم. ابر تو ثيرد اوف ذا انال كانال بالاضافه الى الابيثيليا اوف ذا يوريثرا اند يورينري بلادر. من ينطيها؟ الهايند جات راح تنطي الابيثيليا لايننج مات اليوريثرا واليورينري بلادر. نعيدها، الهايند جات وهي جايه اسي بالفصل، يعني فشي يعني سخيف سيلي، يعني هو شنو بس المكونات اللي تكونها الهايند جات؟ نهايه الترانسفيرس كولون والديسندنج كولون، كولون سيجامويد كولون والريكتم، وابر تو ثيرد اوف ذا انال كانال، وياها شنو؟ الابيثيليا لايننج اوف ذا يوريثرا اند يورينري بلادر. نجي الترمينال بورشن اوف ذا، نجي هاي خلي شويه نشوف، هي موجوده بالرسم بس انا ارسم لكم اياها اتخيلها تفتهموها احسن. اكو ستراكشر احنا ماخذيه قبل اسمه كلويكا، تتذكرون كلويكا؟ صف اول ما اعتقد تتذكرون. فالستراكشر اسمه كلويكا، هذا موجود نهايه الامبريو، اسمه كلويكا. هذا الكلويكا يكون مشترك بتوين جينيتو يورينري وال انتستاينال سيستم كله، راح ينقسم جزئين، ايش حنسميها؟ يورو ريكتال سيبتم. طبعا هو اندوديرمال، نعم لا السيبتم نسميها يورو ريكتال، هاي حنسميها يورو جينيتال ساينس، وهاي شو نسميها؟ انو ريكتال ساينس او كانال. اللي بيناتهم شنو؟ يورو من الاول، والثاني شنو؟ ريكتال، فنسميها شنو؟ يورو ريكتال سبتم. هاي شو نسميها؟ كلويكا. هذا الستركتشر هو عباره عن اندوديرمال تيوب، هو عباره عن اندوديرم وكفرد اون اتس فنترال سيرفيس باي ويتش اكتوديرم. سميناه خلينا على كيفنا تيرمينال بورشن اوف ذا هايند جات enters into the posterior region of the cloaca. من راح يجي يدخل هنا بالبوستيريور؟
يدخل الهايند جات او التيرمينال بورشن اوف ذا هايند جات او الجي اي تي كله. هنا من راح يدخل الانتويز ما لنا علاقه بيها بعدين، هناك لنا علاقه باليوروجينيتال ساينس ناخذها نرجع لها. هذا الاول حيكون جينيتو يورينري سيستم الاوت اوف ذا جينيتو يورينري سيستم، هذا حيكون شنو الاوتليت اوف وات اوف ذا جي اي تي. ماشي نفس الستراكشر هو اندوديرمال الانتويز انترز ذا انتيرير بورشن والبريميتيف يورو جينيتال ساينس سميناها بريميتيف يورو جينيتال ساينس دخل بيها منو الانتويز. The cloaca itself is endodermal lined cavity covered on its ventral boundary by surface ectoderm. راح يحيطها منه من الventral ectoderm. The boundary between the endoderm and the ectoderm راح يسوي cloacal membrane. تتذكرون من صف أول قلنا أكو oropharyngeal membrane أكو cloacal membrane. تتذكروا هذا اللي هنا راح نسميه cloacal membrane. حيكون boundary between the mesoderm and the covering mesoderm. ويا الاكتوديرم مش حنسميها سوري اندوديرم، ويا الاكتوديرم مش حنسميها اندو واكتو without ميزو صح. اندو واكتو حيسوي كلوكال، هاي شغله صف اول بعيده عليكم صارت. اندوديرم واكتوديرم سميناه كلوكال ممبرين، هو نفس الاوروفارنجيال ممبرين نفس الستراكشر. هذاك حيسوي الماوث اوبننج، هنا حيسوي الاوبننج اوف ذا يورينري سيستم اوف ذا جينيتال سيستم ان ذا فيميل اند ذا اوبننج اوف ذا يورينري اوف ذا جي اي تي اوف ذا انال كانال. ماشي هذا الكويكال ممبرين. هو الاكتوديرم هو الباوندريز بين هذا الاكتوديرم والاندوديرم حنسميه الكويكال ممبرين. من يصير في رابتشر يصير الاوبننج اوف ذا انال كانال. layer of mesoderm هاي قلنا عليها يورو ريكتال، بين اليورو وبين الريكتال هاي ميزوديرم راح تفصل بين الالنتويز وبين الهايند جات، لانه احنا اكو ستراكشر الالنتويز لا تدخلون نفسكم واكو عندنا هايند جات، حتى ما معقوله ستراكشر يرتبط بستراكشر. ماشي انا هنا لا احس انكم ما راضين على المحاضره، لو ما عجبتكم لو شنو القصه لو ما تفهمون تتبسمون هوايه. اكو عندنا يورو ريكتال، اللي يحب يستفاد يستفاد، اللي ما يحب يستفاد يأجل التعليق والهاي بعد المحاضره بلا زحمه. يعني يورو ريكتال سبتم تفصل بين اليورو جينيتال ساينس اللي هي انتيريرلي وبين الانوريكتال اللي هي بوستيريرلي، هاي تكون ميزوديرمال. حتى نرجع حتى نجمع الثلاثه موجودات، هو التيوب هذا الستراكشر نفسه هو اندوديرم، السبتم اللي دا تفصل بيناتهم هي ميزوديرم، الباوندريز انتيريرلي اكتوديرم، الميتنج بتوين ذا اكتوديرم اند ذا اندوديرم اثنيناتهم حيسوي الكلويكال ممبرين. الرابتشر مال هذا الكلويكال ممبرين حيسوي الاوبننج اوف ذا كانال. ماشي ذا سبتم از درايفد مين راح ياخذوها من الميزوديرم اللي يحيط الالنتويز واليوكساك بالهاي، وماكو داعي يعني بس قولوا لي ميزوديرم، هي سبتم ميزوديرم يا ميزوديرم من عندهم ما اريد. As the embryo grow and caudal folding continue the tip of the urorectal هاي نفسها مو الامبريو احنا قلنا يصير بيه growth وياخذ fetal position، هاي راح يصير بيها growth growth الى ان يصير attachment لل anterior abdominal wall. وش راح يصير هاي الاتاتشمنت؟ شو يسموه هذا الاتاتشمنت؟ the perineal body. هاي اليورورectal septum هاي اليورورectal septum الاتاتشمنت مالتها ويا الانتيريال يسموها شنو؟ perineal body. At the end of the seventh week, cloacal membrane rupture راح يصير بي rupture creating the anal opening for the hind gut posteriorly and a ventral opening for the urogenital sinus. ما عندنا علاقة ندخل بها بعدين بالتفاصيل من ناخذ urinary system، بس هنا احنا لنا علاقة ان cloacal membrane posteriorly حسوي anal opening. لهذا تصير فيستشولا دائما لان الاوريجن مالتهن واحد، يسموها يعني يورو anal fistula اللي هي شنو او جينيتو anal fistula اللي هي دي يصير من الانتيريور بارت يصير فيستشولا على الاوبننج اوف ذا anal canal. ليش؟ لانه الاوريجين مالتها كلها هي كلويكال ممبرين، فاذا ما صار يعني جروث كفايه للسبتم، سبتم هي المفروض توصل وين توصل؟ للانتيريور ابدومينال وول، اذا ما وصلت راح يصير يعبر الاوبننج بتوين ذا انتيريور بارت اوف ذا امبريو اند ذا بوستيريور بارت اوف ذا امبريو. انتيريور ايش عندنا؟ يوروجينيتال، بوستيريور شنو؟ انوريكتال. الانال كانال هي اللي تسوي انال، الريكتم واحد فوق المستقيم، بعدين الانال كانال. هسه
هسه راح نجي على الانال كانال. الانال كانال بيها تو بارت، بيها ابر توث هير كونها الهايند جات. هايند جات يعني شنو كاوريجن؟ اندوديان متفقين، فهي اندوديان مال ان اوريجن. اللور ثير من هو يكونها؟ اكتوديان. السيرفس اكتوديان، كل السيرفس هو اكتوديان. البادي هو من السيرفس مالته، هو اصلا الابيديرمس اوف ذا بادي هو اكتوديان مال، فهو الاكتوديان منو حيكونه؟ سوري الاور اوتر لاير هي شنو؟ هي اكتوديان. هاي الاكتوديان حتسوي مثل الانفاجينيشن، حتسوي انال بيت يسوي يسموها، حتسوي مكان بالسيرفس يسموها انال بيت، بعدين يسوي بروليفريشن تكمل ويا توصل الى الكلويكال ممبرين. هاي ايش حتسوي؟ اللور ثيرد مالت الانال كانال، يعني هي الهايند جات منطيه تو ثيرد من الانال كانال، وهذا الانفاجينيشن حيسوي اللور ثيرد اوف ذا انال كانال بيناتهم الكلويكال ممبرين. بعدين من يصير ديجنريشن اوف الكلويكال ممبرين راح يصير اوبننج بتوين ذا ابر تو ثيرد اند ذا لور ثيرد اوف ذا انال كانال. يعني الانال كانال الاوبننج مالتها مو ات ذا اند اوف ذا كانال كانال، بتوين ذا ابر تو ثيرد اند ذا لور تو ثيرد، يعني هاي الانال كانال بس الاوبننج اوف ذا كانال بتوين ذا تو بارتس اوف ذا انال كانال. الابر بارت اللي هو اندوديرمال ان اوريجن، واللور بارت اللي هو اكتوديرمال ان اوريجن. زين، من صار عندنا تو اوريجن ايش راح يصير بالارتريال سبلاي؟ اول واحد تحبون سوبيريال ريكتال ارتري وانفيريال ريكتال ارتري. الفرق انه سوبيريال ريكتال ارتري هو عباره عن كونتينيويشن لمن؟ لل فور انفيريال ميزنتريك ارتري. والانفيريال ميزنتريك انفيريال ريكتال ارتري من الانترنال بيدندل ارتري، ها حفظوها ما تنشرح. بس الفوق هو سوبيريال ريكتال ارتري والجوا انفيريال ريكتال ارتري، كل واحد له اوريجن مختلف. بعد اكو شغله ثالثه تصير لها علاقه بالهستومو النا، يصير ترانزيشن بالابيثيليا بتوين ذا ابر تو ثير ذا لور ثير. بدنا شنو الابيثيليا ودنا شو تكون؟ ناكولومينار لان تكمل ويا الجي اي تي، ناستراتيفايد سكويا ماس لان تكمل ويا السكن. هنا شنو؟ كولومينار تكمل ويا الجي اي تي، وهنا ستراتيفايد سكويماس لان تتكون ويا السكن، والاوريجن مالتها مختلف. يعني انتم من تاخذون بالانسجه ليش تصير ترانزيشن بالابيثيليا؟ لانه اكو عندنا تو اوريجن. ليش اي ستراكشر من انت يكون عندك تو اوريجن ليش يصير بي تشينج بالابيثيليا؟ لان اكو ديفرنت اوريجن، فهذا ديفرنت اوريجن راح يصير عنده ديفرنت ارتريال سبلاي، ديفرنت تايب اوف ابيثيليال تيشو. فالابر تو ثيرد واللور ثيرد تفهموها تحفظوها، مو تفهموها تحفظوها. ابر تو ثيرد شنو الاوريجن مالتها؟ شنو الارتريال سبلاي مالتها؟ وشنو التايب اوف ابيثيليا؟ اللور ثيرد شنو الاوريجن؟ شنو الارتريال سبلاي؟ وشنو التايب اوف؟ اول شيء ثابته سوبيريال ريكتال ارتري انفيريال ريكتال ارتري. خاف انت نسيت، انت اخذت نص الدرجه. سوبيريال ريكتال ارتري وانفيريال ريكتال ارتري. السوبيريال ريكتال ارتري طبعا الارتري اوف ذا هايند جات هو منو؟ انفيريال ميزنتريك ارتري، هو كونتينيويشن للانفيريال ميزنتريك ارتري. هاي وحده. الجوا منو حينطي؟ انترنال بيدندل ارتري، حينطي انفيريال ريكتال ارتري. فهو اثبتون الابر اكيد سوبيريال واللور انفيريال ريكتال ارتري. هاي ثابت ارتري. احنا ايش عندنا مصدر؟ والوزاره تحاسبنا على المصدر. زين الان طالب عندي ولد اسمه راسله، هو اصلا ابو الكتاب وخذ بونص عليه اللي هي كان اكو غلط بالكتاب، وانا قلت لهم هذا اكو غلط وراسله راسله، فقال له اي صحيح هذا اكو غلط بالكتاب وصححناه بالنسخه الجديده. روح راسلهم وقول لهم هاي المعلومه عندكم غلط وتعطيك بونص على الامتحان. انا عندي مصدر، مصدر شو يقول؟ سوبيريال ريكتال انفيريال ريكتال، سوبيريال ريكتال وانفيريال ريكتال. ويكيبيديا مو دائما معلوماتها صح، اذا انت ما انت شايفها على ويكيبيديا. هاي هي خلصت المحاضره.